مرحب مراحب، كيفكن يا أحلى عيلي؟ اليوم رح نحكي عن فيلم بطولة شاب مراهق بيرجع على القرية وبيستغل وجود الرجال بالحرب وبيتعرف على كل بنات القرية وبيعمل معهم علاقات، بس المشكلة كل الستات بتصير حامل منه. والفيلم عبارة عن كوميديا ودراما، لهيك لا تنسى تنضم لعيلتنا وتشترك بالقناة وتضغط زر اللايك. ويلا نبدأ. بيبدأ الفيلم مع دنجوان العصر روكر وبيكون راجع على البيت إجازة بعد 3 سنين لأن كان عم يتعلم بالمدينة، وبيكون بده يمضي الإجازة مع أبوه وأمه بالفيلا حتى يرتاح، وبتكون في ست عم توصلوا على البيت بعرباية عم يجرى أحصني، وروكر بيكون عم يتطلع على أماكن محددة بجسمه بنظرات خبيثة، وهي بتكون عم تتطلع عليه وتضحك، وبيصلوا على الفيلا وبيرحبوا فيه الخدم وأخته الصغيرة، وبنشوف بنت اسمها أرسولا، بتعرفوا على حالها وبتسأله إذا متذكرة، وهو بخبرها إنه أكيد متذكرة، وبنشوف كل الخدم عندهم ستات وكلهم بيدخلوا يسلموا عليه، وكمان منشوف أمه وعمته عم يرحبوا فيه وخايفين تكون المدينة غيرته، وبيصير يضحك وبيدخل على البيت وبيعرفوه على فرانك وبيخبره إنه هذا الشخص بيحب يتطلع على السما ليشوف النجوم، إنه صاحب أبوه، وبيروح روكر يمشي بالغابة وبيساعد ست على حملان التفاح وبيكون بده ياكل تفاحة، بس بتخبره إنه لسه مو مغسولة، وبتشوف زوجة وبتعرفه على روكر وبيفل زوجة وبيتركن وبيمشي وراء روكر وبيشوفه موجود عند قبر وعم يعمل شغلات غريبة كتير، ولما بينتبه له بيركض روكر فورا وبيهرب وبيوقع بالغابة وبينتبه إنه في أصوات غريبة، وبصير يزحف على بطنه ليشوف من وين مصدر الصوت، وبيشوف رجل ست وبيتطلع وبيشوف اتنين عم يعملوا علاقة كذا مزة جوات الغابة من دون ما حدا ينتبه، بس المشكلة شاف إنه هاي البنت هي أرسول، والغريب انه ما اهتمت لما شافته، بالعكس ضحكت له ورحبت فيه، وهو كتير بيستغرب وبيركض على البيت، وهن عم يتغدوا منشوف امه متشددة معهم كتير على اداب السفرة، ولما اخت روكر صارت تركض حواليهم امه بتنادي لوحدة من الخدم حتى تطلع على غرفته، وروكر ما كان بيحب امه كتير، وبالليل بيطلع على غرفته لينام، بس بيسمع كمان اصوات غريبة وبيطلع ليشوف شو فيه، وبيشوف وحدة من الخدم ماسكة صينية عليها فنجانين ومثل كأنها عصيانة بالباب، والصينية عم تهز، وبعدها بيفتح الباب وهي بتزبط طيابها وبتطلع، وبيرجع روكر لينام وبيشوف أخته على سريره وبتخبره إنها بدها تضل معه شوي، وبتصير تسأله إذا بيشوف عمته ماركريت حلوة، وبيستغرب من سؤالها بس بيرد إيه حلوة، وبتخبره أخته إنه عمتهم لسه ما تزوجت، وبيستغرب روكر وبيسألها عن هيلين اللي حضرت لهم السفرة، وإنه على أساس سؤال بريء، بس بيكون عم بيفكر بفكرة مو حلوة ومخلة، ونتيجة لهالأفكار بيصير في تفاعلات بجسمه، وهون بتدخل وحدة من الخدم وبتكون عم تصرخ على أخته كرمال تتركه ينام، وبتاخدها على سريرها وهي عم تشيل الغطا، بتشوف التفاعلات اللي صارت مع روكر وبتصير تصرخ، وتاني يوم منشوف الخدم اللي بالبيت رايحين مثل رحلة لجنب المي وبصيروا يحكوا، وبيكونوا روكر وأخته عم يتفرجوا عليهم، ومنشوف كمان كم شب عم يلطشوا عليهم، وبعدها منشوف أبو روكر إجا على البيت وبتركض بنته تسلم عليه، وبتصير تلعب بعلبة الميداليات تبع أبوها وبتشوف فيها ألعاب للكبار كذا مزا، وبعدها منشوف أخت روكر عم تسأله إذا اعترف شي مرة بالكنيسة، وبرد عليها لا إنه ولا مرة اعترف، وبتاخده على مكان سري هي اكتشفته، وبتكون عم تسمع منه الاعترافات بدون ما حدا يشوف، وبتتركه أخته وبتمشي، وبعدها بتدخل وحدة على الكنيسة لتعترف، وبتحكي إنه فكرت أفكار سيئة لما كانت مع ابن أخوها وما بتعرف تسيطر على هاي الأفكار، والبابا ما بيكون مركز معه وبيكون عم بيفكر بشي تاني، وبهاي اللحظة بيوقع روكر عن السقف وهي بتاخده وبتوديه لعند أمه اللي بتعاقبه وبتضربه على مأخرته 10 مرات، وبهاللحظة بيوصل رولاند وبيصير يتفرج على روكر، وبعدها منشوف روكر بغرفته وبيسمع صوت الصينية مرة تانية، وبيشوف نفس المشهد الماضي لما كانت الست عصيانة بالباب، بس هالمرة بينتبه لفرانك صاحب أبوه اللي بيحب يتفرج على النجوم إنه كمان عم بيتفرج عليهم، وروكر بيمشي ورا فرانك لحد ما بيوصل على غرفته وبيدخل وبيشوفه عم يتطلع بالناظور بس موجهه على الأرض مو على النجوم، وبيفل فرانك بس يشوف روكر اللي بيصير يتطلع من الناظور ليفهم شو عم بيصير، وبعدها بيشوف كتاب صغير وبيفتحه وبيشوف فيه صور كتير وبيحب الكتاب وبيخليه معه، وبيدخل عليه فرانك وبيشوفه وبيسأله انت كمان مهتم بالنجوم، وبيرد عليه
ايه مهتم، ومنعرف انه فرانك بيتفرج على شغلات مخلة مو على نجوم. ولما بيروح روجر على غرفته بيسمع صوت امه وابوه عم يحكوا مع بعض، وبيصير يطلع عليهم من خرم الباب وبيمسكوا رولاند. وروجر بيصير يترجاه انه ما يخبر حدا، ورولاند بيخليه يغسل له سيارته حتى ما يحكي. وبيدخل تاني يوم على بيت الجاج حتى يتفرج على كتابه الصغير، وساعتها بيدخل واحد تاني على المكان، وبتفتح ست الشباك حتى تطعم الجاج، ومنشوف انه هذا الشخص سكر الشباك عليها وحشرها جوا ولف لعندها من برا وصار يعمل معها علاقة كذا مزا. وبيجي روجر لحتى يساعدها بس ما بترضى، وبتخبره يستنى شوي. وبعدها منشوف روجر عم يتسلل ورا الخدامة اللي بتضل تنحشر بالبواب وبيمسكها، بس بتضربه بصحن على راسه لان ما بتكون عرفته. وبعدها بيمشي ورا وحدة تانية رايحة على الكنيسة، وكمان بيجي من وراها وبيمسكها وبتخليه عادي بس ما بيعرف يعمل شي، لأن بينتبه له القس البابا. وبيوصل ساعي بريد وبيكون جايب رسالة انه ألمانيا رح تهجم عليهم وبدأت الحرب. ومنشوف انه أبوه وكل الرجال التانيين عم يفتخروا بحالهم وكأنهم رح يفوزوا، مع انه خصمهم بيكون هتلر. وبيوم تاني بالليل روجر بيشوف كل واحد ماسك وحدة من الخدم وأخدها على مكان ما حدا بيشوفهم، وبيدور هو على أي وحدة بس ما بيكون في حدا. وبتمضى الأيام وبيروح رولاند على الحرب، وبنفس اليوم روجر بيساعد أرسولا إنه تطالع غراض على الدور الثاني. أخته الصغيرة بتشوفه وبيكون عم بيبوس أرسولا، وبيضل يتحايل عليها حتى يعمل علاقة كذا مزا مع بعض. وبعد ما بيخلصوا منشوفهم سوا وعم بيخبرها انه هو بيحبها وبده يتزوجها، وبترد عليه أرسولا انه ما بيمشي الحال. وبيحكوا شوي وبعدها بتفل، وبتصير اخته تسأله كتير وبتصير يحكي لها كل شي. وروجر واخته بيتسللوا ورا امهم وهي عم تحكي مع القس البابا، وبتعترف له انه زوجها عم بيخليها تعمل وضعيات مو حلوة، وبتسأله إذا هالشي غلط وإنها عم تفكر تجيب له وحدة تاني يعمل معها هاي الوضعيات لأن هي ست محترمة. وبرد عليها البابا إنه لا عادي خليها على راحته لأن حرام تجيبي له وحدة تاني. وبعدها منشوف روجر عم يتطلع على بنت موجودة حد المي لحالة وبصير يغازلها. ومنشوف أبوه رجع على البيت وروجر بيسأله عن الحرب، بس أبوه بيتجاهل سؤاله وما بيرد لأن ما بيعرف. وبعدها روجر بيروح لعند عمته وبيخبرها إنه بده إياها تبوسه مثل زمان، بس بتخجل منه وبتصير بدها تطرده، بس بيكون فرانك عم يحكيها من برا الباب، لهيك روجر ما عاد بيعرف يطلع. وبيستغل الموقف وبياخد عمته وبيعمل معها علاقة كذا مزا. والبنت اللي بتضل ماسكة صينية الصحون بتدخل على غرفة روجر وبتصير تعمل حركات كتير وإغراءات لروجر، وروجر ما بيهتم وبتضل تحاول، وآخر شي بتفل وبيمسكها روجر لما تكون طالعة من الباب، وكمان بيعمل معها علاقة كذا مزا بنفس الوضعية اللي كان يشوفها فيها. وتاني يوم بيروح روجر لعند حبيبة رولاند وبيشوفها عم تهتم بالحصان، وبتحكي له انها هي تعباني وبخليها ترتاح وبيشلحها من اجرها حتى يريحها، وبيكمل على التياب وبتحاول تمنعه بس بتشوف وحدة دخلت عليهم لهيك بتضطر تتخبى، وساعتها كمان بيعمل معها علاقة كذا مزا. وبعدها منشوف أرسولا ووحدة تانية رايحين على غرفة روجر وبيعملوا كمان علاقة كذا مزا. وبترجع أرسولا على غرفة روجر وبتشوف انه في عنده بنتين كمان، وبتخبره انه ما بصير تكونوا ثلاثة بس، لازم نكون أربعة، وكمان الدنجوان روجر بيعمل علاقة مع الكل طول الليل، وهيك بيكون استغل غياب كل رجال القرية بالحرب وعمل اللي بده اياه. وبهالفترة بيرجع رولاند من الحرب وبيتعشوا سوا وبيحتفلوا بإنجازات رولاند بالحرب. ومنشوف حبيبة رولاند عم بتخبر روجر إنها حامل وبيخبرها إنه راح يتصرف، وبيخبرها إنها تتزوج رولاند وتنام معه اليوم. بعدها بتدخل لعنده أرسولا وبتخبره كمان إنها حامل، وبرد عليها إنه لازم يتزوجوا بس بترفض، وبيخبرها إنها تتزوج ريجلوس. وبعد شوي بتدخل لعنده عمته وبيحكي روجر وبيسألها انت كمان حامل صح؟ وعمته بترد صح وبتسأله منين عرفت؟ وبيخبرها انه عنده حل وانه لازم تتزوج فرانك، وبيظبط مواعيد الكل مع بعض وبيتأكد من البنت الرابعة وبتكون مو حامل، وحتى يرتاح شوي من اللي صار بيعمل علاقة مع البنت اللي بتضل حاملة الصحون. وبيمضى اليوم على خير، ومنشوف النهاية بعد كم يوم انه تم زواج الكل مثل ما خطط لهم، وهو طلع منها مثل الشعر من العجين، وبيحكي مع أرسولا شوي بس بيكون ضاب بغراضه ورح يرجع على المدينة، وبيطلع بالسيارة وبيمشي وبتركض وراء أخته وبتودعه، وهيك بينتهي الفيلم. شاركوني رأيكم بالتعليقات بهالفيلم الكوميدي. كان معكم نوردان، يلا سلام.